بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناه تفسير احلام والرقيه الشرعيه النهارده هنتكلم عن 40 رمز من الرموز المبشره بقدوم اموال بقدوم ارزاق النهارده هنتكلم عن 40 رمز بشكل سريع اول رمز معانا لما يشوف الراي الرسول عليه الصلاه والسلام رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام من الرموز المبشره بقدوم رزق خصوصا كمان لما طبعا لما نشوفه في هيئته الصحيحة وكمان جايين بهيئة حسنة فدي من الرموز المبشرة بقدوم أموال وبقدوم رزق الرمز الثاني الأطعمة والمشروبات بشكل عام برضو من الرموز اللي بتدل على رزق وعلى سعة في الرزق كل ما كان الطعام او الشراب يعني غالي او ارتفع ثمنه كل ما كان الرزق او المال اللي هيجي ان شاء الله اعلى او اكبر الرمز الثالث برضو من الرموز لما يشوف الراي أنه هو بيعمل معروف في المنام او بيعمل عمل صالح بشكل عام برضو دي من الرموز المبشره بي يعني برزق وبقدوم اموال كمان الرمز اللي بعد كده كمان العبادات بشكل عام ان يشوف الرأي انه بيعمل العبادات فبرضو من الرموز المبشرة ليه بساعة في الرزق آه كمان لما يشوف الراي شكله آه حلو في, في الصوره او في المرايه او يشوف مناصر آه شكلها آه حلو فكل دي برده آه من الرموز المبشره برزق آه ورزق طيب الرمز اللي بعد كده رؤيه الاستغفار او رؤيه التوبه الاستغفار والتوبة من الرموز برضو المبشرة بساعة في الرزق وكمان بقدوم أموال بقدوم ذرية بقدوم بتوبة وهداية كمان للرأي كمان لما يشوف الراي انه بيطلع سجاة او بيطلع صدقه لما يشوف انه بيتصدق في المنام او بيطلع السجاه بتاعته فبرضو دي من الرموز المبشره بساعه في الرزق الرمز اللي بعد كده الزواج اما يشوف الرأي انه بيتزوج فدي برضو من الرموز المقترنه بالرزق يعني الزواج مقترن بالرزق كمان لما يشوف الرأي الاطفال او ابناء أنه هو خلف اطفال صغيرين او أبناؤه دي برضو كلها من الرموز المبشره بالرزق وده الاقتران المال والبنون مع بعض فرؤية الأطفال الصغيرين بردو من الرموز المبشرة بساعة في الرزق كمان من الرموز اللون الأزرق اللون الأزرق كمان من الرموز برده المبشرة بالرزق وده يعني الإقتراب اللغوي ما بينهم ما بين الرزق وما بين الأزرق من الرموز برده المبشرة بسعة في الرزق كمان اما تشوف المرأة الولادة اما تشوف الولادة برضو دي من الرموز المبشرة بساعة في الرزق بقدوم اموال كمان اما يشوف الرأي الثمرات يشوف انه بيقطف ثمر او يشوف أنه هو معاه ثمرات او فاكهة كتير فدي برضو من الرموز المبشرة بساعة في الرزق كمان من الرموز رؤية السمك بالأخص إن يشوف الرأي السمك برضو دي من الرموز المبشرة كمان لما يشوف الأنعام بشكل عام برضو دي من الرموز سواء بقر أو سواء أغنام أو سواء خرفان أو كبش كل دي برضو من الرموز كمان إن يشوف إنه بيدعي الدعاء في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على رفع بلاء وكمان لو شاف ان هو بالاخص لو شاف انه بيدعي دعاء خاص بالرزق فدي من الرموز برضو اللي بتدل على استجابة الدعوة وكمان على ساعة في رزقه كمان انه يشوف نفسه الراعي انه هو مسافر لبلد غنية او بلد متقدمة دي كلها برضو من الرموز المبشرة بساعة في الرزق كمان ان يشوف الرأي ان هو في محل عمله سواء في الشركة بتاعته او في مشروعه لو كان هو عامل مشروع تجاري آه يشوف نفسه ان هو في مكان عمله او في مصدر آه رزقه دي برده من الرموز اللي بتدل على الساعة آه في الرزق خصوصا لو شافه انه احسن او ان هو متطور اكتر فدي برده من الرموز اللي بتدل على الساعة في الرزق كمان لما يشوف الرأي آه التلاجة رؤية التلاية برضو من الرموز اللي بتدل على سعه في الرزق لان ده مكان حفظ الاطعمة والمشروبات وكل دي برضو من هي من الرموز اللي بتدل على رزق كمان خزانة الملابس او الدولاب برضو دي من الرموز آه كمان لما يشوف ان رايي ان هو آه بيضرب في الارض سواء انه بيحرس مثلا في الارض آه كل دي بردو آه من الرموز كمان لما يشوف ان هو بيصطاد الصيد الحلال سواء انه بيصطاد سمك او انه بيصطاد آه في حيوانات مثلا آه كل دي من الرموز المبشره كمان من الرموز اللي ممكن تبقى العكس رؤية الرأي انه بقى فقير رؤية الفقر في المنام من الرموز اللي ممكن تتقلب للعكس فبتكون اموال ورزق كمان من الرموز رؤية الجدار رؤية الجدار في المنام برده من الرموز اللي بتدل على حصوله على اموال وده لقصة سيدنا موسى مع الخضر فرؤية الجدار من الرموز برده اللي بتدل على حصوله على أموال كمان لما يشوف أنه بيسمع آيات أو أحاديث نبوية في المنام خاصة بالرزق يشوف انه بيسمعها أو ان هو بيقولها دي برضو من الرموز المبشرة بساعة في الرزق كمان من الرموز لما يشوف الحاكم او الملك او الرئيس او شخص ليه سلطه او جاه دي كلها برضو من الرموز اللي بتدل على ساعه في الرزق كمان من الرموز رؤيه مكه المكرمه رؤية مكة المكرمة برضو من الرموز اللي بتدل على رزق وده لدعاء سيدنا إبراهيم لما قال ربي اجعل هذه البلد آمنة وارزق أهلها من الثمرات كمان لما يشوف الرأي الصيام رؤية الصيام في المنام برضو من الرموز المبشرة بقدوم رزق كمان رؤية الزينة بشكل عام أي أي زينة محللة برضو من الرموز اللي بتدل على رزق سواء نشوف الرأي ذهب أو يشوف فضة أو يشوف أي زينة برضو دي من الرموز المباشرة كمان من الرموز المبشرة لما تشوف الرأي أن فيه أشياء بتنزل من السماء. واشياء محموده نشوف مثلا في هدايا في حلويات في شوكولاته في حاجات محموده بتنزل من السما فدي برده من الرموز اللي بتدل على ساعة في الرسم كمان المطر المطر برده من الرموز المبشره بخير ومبشره بقدوم ارزاق كمان لما يشوف الراي بني اسرائيل رؤيه بني اسرائيل برده من الرموز اللي بتدل على ساعة في الرزق وده لايه موجوده في القران الكريم انه دائما كان ربنا بيقول ان هو فضلهم على العالمين فبرضو رؤيه بني اسرائيل من الرموز اللي بتدل على ساعه في الرزق ده كده باختصار أربعين رمز من الرموز المبشرة بساعة في الرزق بقدوم أموال أه بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم لو في أي استفسار أو سؤال اكتبولي تحت وأنا إن شاء الله هرد عليكم أه بشكركم جدا واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة